يا أهل ليبيا، إذا أردتم أن ترفعوا من مستوى معيشتكم، والناس كلها ما في حد إلا ما عنده شكوى من ضعف في مرتب، وإلا خدمات معدومة في التعليم، في الصحة، في أي مرفه، في الزراعة، في الصناعة، كل شكاوى الناس الآن هي بالشولات مليانة، ما فيش كل واحد قلبه مليان. لكن راهو ما لا تستطيعون أن تحلوا بعض هذه مشاكلكم، وهذين المجلسان موجودين الآن. لابد إذا أردتم أن تنهض ليبيا أن تتخلصوا من هذا، ويسقط هذين المجلسان تخرجون الشوارع، ولا ترجعون إلى بيوتكم إلا بعد إسقاط هذين المجلسين. عندها إذا حصلت انتخابات أخرى لعل الحال يتغير علينا إن شاء الله.